ما وقتها بدها مد. يا صباح الخير صبايا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو الاخبار؟ شو لطكن؟ وكلياتكن بألف خير يا رب. يا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت لقناة جديد. اليوم صورتلكم هيك فلوج العطلة، كانت عطلة جوزي وهيك كان في عنا امور بدنا نحلها، ف حبيت هيك احضركم لقطات لانه كنت رايحة كمان على سوق هون باسطنبول كتير مشهور كتير حلو وبيجوا عليه كل السياح تقريبا. فهو بصراحة كنت رايحة عم روح على إدارة الهجرة أبصم مشان كملك لألي. فرحنا بصمنا وبعدين انطلقنا على إمينونو. أنا رحت لها آخر مرة كنت حامل، من زمان ما رحت لها، فهيك رحنا لها وكانت عن جد أجواءها بتجنن، كل شي فيها حلو حتى هيك شوارعها. بعد ما حلينا امورنا طلعنا هيك قعدنا شوي بمكان واخذت لي هاي الايس كوفي المعلبه كتير طيبه. هون كنت عم بصور لكم هالبناية قديش قديمة المنطقة، كتير كتير قديمة، اسمها يوني كابي. اكيد بتعرفوا كلكم انه اغلب الناس بتروح عليها مشان ادارة الهجرة. خدت لكم هيك كم لقطة كمان، وكمان هي المنطقة كتير حلوة. İzinli olayım ben şuraya gideceğim. ما وقتها بدها مد. طبعا المنطقة يلي انا بروح لها مشان ابصم كتير كتير بعيدة، بدي اركب هيك يعني بدي امشي مسافة وارجع اركب بباص وارجع نمشي مسافة وهكذا، كتير بنتعب. لكن الحمد لله بيومها كان الجو هيك معتدل شوي واخر النهار هيك صار هوا. هون بلشنا هيك طلعنا بالقطار وطلعنا على إمينون، وهون عم صور لكم هذا السور، سور اسطنبول لما هيك عملوا فتح للقسطنطينية. أنا كتير بحب الشغلات القديمة الصراحة وبحب هيك صورها، وإذا بتلاحظوا كتير بصور الجوامع وهي الشغلات القديمة. هون وصلنا منطقة إمينون وبتجنن، كانت كتير حلوة. طلعنا هيك تمشينا شوي، أنا عادة لما بنروح الصراحة على إدارة الهجرة بنرجع كتير تعبانة، بس بيومها ما رحنا الصبح بكير، رحنا هيك الظهر يعني كنا شبعانين نوم وطلعنا. فحاولت قدر الامكان انه اصور لكم بنفس الوقت هيك استمتع باللحظه، عرفتوا انه كنت عم صور وبنفس الوقت كنت هيك منبهره الصراحه انه اول مره بروح لهذا السوق، كان كتير حلو. انا كتير بحب روح هيك على الاسواق والبازارات والاسواق القديمه او الاماكن القديمه، وهذا السوق كتير كتير قديم على فكره. فحاولت انه هيك اخذ لكم لقطات فرجكم بنفس الوقت اعطي لحالي كمان اي لوقت الي ولعائلتي هيك مشان اتفرج براحتي وما ياخذ التصوير كل وقتي. شفت انه في هيك مكان هون؟
وهون وصلنا المنطقة، وأخيرا أخذ معنا وقت. شفتوا هذا الجامع شو حلو، ويا الله أكتر شي ببرني بإسطنبول هو جوامع كتير كبيرة كتير كبيرة، يعني على التصوير مبينة لسه أصغر، هيك أكبر 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 بإني على الواقع أكبر بكتير. والصراحة كتير أنا بيلفتوا نظري وبحب هيك يصورون وفيك أقعد أتفرج عليهم، وكتير في جوامع هون كانوا عاملين هاللفتة الحلوة منهم هيك يدعموا غزة، الله يفرج عليهم يا رب، ينصرهم عم يمروا بأوقات هلأ وأيام كتير صعبة، الله يقويهم يا رب يريح بالهم. فكنت عم حاول هيك كل ما أشوف جامع أصور لكم إياه وأقعد أتفرج عليه، كتير كان حلو، كانت القعدة كمان بتجنن. طبعا هون أحلى شي بإسطنبول إنه وين ما بتروحوا في كراسي وفي قعدات وفي حدايق. هون كمان صورت لكم هذا بائع السميد مشهور هون فعامل له تمثال، وما بتروحوا هيك مخدم كتير يعني عرفتوا. كتير بحب أنا إسطنبول الصراحة، بس شو بده وقت يعني. نحنا بهذا المشوار طلعنا 1 الظهر ما رجعنا للساعة 9 بالليل، يعني حتى قدرنا إنه نشوف براحتنا ونتفرج براحتنا. قلت لكم إسطنبول كتير كتير كبيرة وفيها يعني بيضيع أغلب وقتنا بالمواصلات وبالعجقة والزحمة، ولحتى تتفرجي وتستمتعي لازم تفطري، يعني لازم تمشي إذا كنتي قادرة تمشي، إذا ما كنتي قادرة تمشي صعب كتير. فهيك طلعنا وتمشينا هون، وصلنا السوق وكنت أنا هون كتير هيك مبسوطة كتير فرحانة إنه بشوفه دائما على التيك توك وبشوف الناس دائما بتحكي عليه. ولين يواجه إسطنبول يا أخي، دهنا عودة إسطنبول. علي بهارس اسمه علي بوتشيلي، شفتيه هذا؟ علي بازار عنكب. صباحي بدي اطلب منكم انه شوفوا الفيديو يلي نشرته قبل هذا الفيديو. انا نشرت فيديو من يومين وما جاب ابدا تفاعل، ما بعرف ليش، فشي صار عم يخليني هيك شوي انه ما احب نزل، ما احب ارجع انزل واصور الصاله واشوف عندي تفاعل كتير قليل ما يجيني شغف. بس قلت لا، يعني هيك اوقات يجيني هيك فتره انه افقد الشغف وما بحب صور، بس بعدين بقول لا انه انا كتير عن جد تعبت على القناه وكتير بتعذب وانا عم بصور. مثلا هون كتير تعذبت يعني، ويمكن ضيعت اغلب وقتي بالتصوير عرفتوا، يعني مو لما تقعدي تتفرجي غير لما تصوري عرفتوا. فبتمنى منكم تفوتوا على الفيديو اللي نشرته قبل هاد وتحطوا له لايك وتعليق لحتى يوصل لناس اكثر. هلا هون طلعنا من السوق المسكر وطلعنا على لبرا، وانصدمت تخيل انه في هيك مكان للزرع والورد وهي الشغلات، وفي مكان لاكل الحيوانات هيك بازار كامل على فكره، في مكان للنباتات وهي الامور، وفي مكان لل أمور التجميل، في مكان للتياب، في مكان للشنات، كتير كبير كتير كتير. هو المنطقة بشكل عام هي هيك منطقة سياحة عرفتوا شوي، فبتكون أسعارها أغلى من باقي الأسواق. يعني أنا لاحظت إنه فيني في أسعار مبالغ فيها وفي أسعار نظامية، مثلا في أمور كانت أغلى من برا ولا في أمور أرخص من برا. بس هون
بشكل عام اغلى يعني اغلى. هون شفناها كان في محل العاب وتين حبه هاي فاخذناها لها، يعني انصدمت من الساعه كان سعرها بس 15 ليره تركي وما صدقنا انه جوي سالنا انه حاجات 15 قلنا ايه، فاخذناها لها واكيد اكلنا وشربنا وعملنا كتير امور. بس ما صورت قلت لكم مشان ما ضيع كتير وقت على التصوير. هون هون فتنا على سوق تاني غير هذاك السوق، فيه كل شيء حرفيا فيه كل شيء. شايفين هون مع احلال كتير كتير حلوين. بعتقد بس اللي عايش بسوريا بيعرف هذا الشيء، هذا الشيء وبودرة الحمص كنا من ايك بيجي مع مصيز وناكله كتير كتير طيبين. فشفتها صورتها. وهون كمان كانوا يبيعوا زيتون وجبنه وضيفونا وكانوا كتير كتير طيبين، بس ما اخذنا شيء لانه نحن منطقتنا كتير بعيده وكتير صعب اني اشيل. يعني شفت شفت كانوا يبيعوا ساق البامبو واسعاره كتير رخيصه وهيك طويله ما شاء الله 140 ليره، فاخذت وحده وكتير تعذبنا فيها على الطريق. يعني منيح انه ما اخذنا شيء على الطريق لانه انا ما اخذ عربيه وتين الصغيره، الكبيره عم تعذبنا كتير، تكون تقيله وبتاخذ مساحه لما عم نطلع بالباص او القطار او نحن عم نمشي وهو السوق ضيق، فهي عم تكون أسهل وأبرد لوتين. هون خلصنا هيك من فتلة السوق، ضينا شي 3 ساعات عم نمشي ونتفتل فيه، وقعدنا هون كانوا عاملين قعدة كتير حلوة، كان الجو بجنن، لا شوب كتير ولا برد كتير، كتير كتير حلو. وهون وصلنا جنب البحر، جنب البحر كان كتير كتير برد، حتى خفت على بنتي. كان كمان الأجواء كتير حلوة وبتجنن عن جد. رح أرجع أعمل زي أنا على فكرة، أول ما جيت على تركيا جوزي جابني لهون كنت حبلة، بس نسيان المنطقة تخيل، نسيان هذا المكان كله يعني. فنحن معلقين على الفاتح، بنروح دائما على الفاتح على الفاتح. لا ان شاء الله مرت الجاي اذا فكرنا نرجع نطلع هيك على مكان قضي نهارنا اكيد رح نجي على هذا المكان. وهيك خاصه واتين كتير حبيت البحر. اخر مره كمان اخذناه على البحر الصيفيه الماضيه، فهيك شافته غريب كانت عم تقلي مي، وكان الجو كتير برد كتير 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 بس حلو. فهيك قعدنا شوي استنشقنا هوا شوي وبعدين انطلقنا حتى نرجع على البيت. هون كنا واصلين المنطقة يلي بتفصل بين بيتي والمنطقة الثانية، يعني نحن نطلع بباص نرجع ننزل نمشي مسافة نرجع نطلع. وأسأل شي بعمله وأنا لما أسأل شي وكتير بكرهه لما نطلع مشوار هو هي الطلعة، هيك بدي أطلع لطلعة كبيرة وارجع انزل لحتى هيك اطلع بالباص. عن جد كتير بتعب كتير، انا كتير بتعب منه. بس بشكل عام كان يوم كتير حلو وكتير انبسطنا، وهيك مثل ما بتقولي يوم بالعمر يعني، كتير كان حلو مع انه تعبنا بس انبسطت كتير انا ووتين وجوزي اكيد. هون اول ما رجعت فورا انا بحب رجع كل غرض لمكانه، لانه بس عادت خلاص راح تصير قومتي كتير صعبة. فمؤقتا حطيت هون ساق البامبو مؤقتا، راح اجيب لها انا مزارية اكبر ان شاء الله وحطيك بمكان انسب، بس لانه كانت بلا ماي وخفت عليها تدبل. ورجعت كل غرض بمكانه. اول شيء فشغلت الفرن انه كنا كتير كتير جوعانين مع انه اكلين وشاربين هونيك، بس رجعنا متأخرين فكتير جوعانين. فمرقنا على البيم وصار معي شيء انصدمت فيه وانا عم صور. شوفوا هذا كمان شيء دائما بيصير معي وانا عم صور، نسيت التليفون على الرف وانا بصور فيديو برجع امسك الشغل نسيته على الرف. بعد ما مشيت لمسافة ما عارف شو خطر لي فتحت شنطتي، لانه انا بشكل عام كتير بنسى. ففتحت شنطتي وقلت لي لجوزي انه تليفوني ما انا بالشنطة. جوزي فورا عرف انه انا حطيته على الرف، يعني صورته وحطيته على الرف. رجعنا على البيم ما لقينا، دورنا ما لقينا، حكينا اصحاب البيم قالوا نحن ما شفنا. عم جوزي قال له انه شوف على الكاميرا دق لمعلمك انه اي حدا دق له. لما دق مع الموظف اللي بيشتغل هيك دق لصاحب البيم قال له انه شوفوا على الكاميرا. فما بعرف
صار في هيك تواصل بين بعضهم. طلع واحد فجأة قال إنه هو التليفون عندي، فإجا وكان كتير متلبك وكتير عرقان وحاط التليفون بجيبه. المشكلة إنه لما ضاع تليفوني جوزي صار يدق له تليفوني، صار يعطيه خارج التغطية، فكان واضح إنه الموظف هونيك هو كان ناوي يعني ياخده، وإنه بعض الظن إثم. واللي أكد لي هذا الشيء إنه لما إجا عطاني التليفون أنا وجوزي كان كتير عرقان وكتير متوتر ومتلبك، وجوزي قال له إنه أنا دقيت وما كان في تغطية، كتير تلبك وتوتر وصار رفتو. فصدمت الصراحة، يعني أنا أول مرة بتعرض لهيك موقف. فهيك نحن عادة أو بأي محل يعني إنه بس الموظف يلاقي شيء بيكون زبونة مضيعون، مفروض إنه ينحط بصندوق الأمنيات مثلا أو بينحط على صندوق المحاسبة. لكن استغربت بيومه، وحتى جوزي قالي إنه كان ناوي هو ياخذ، يعني حتى مو قايل للي بيشتغلوا بالبيو إنه أنا لقيت التليفون. فالحمد لله لما رحت وجوزي قالي ما في التليفون، انصعقت عن جد كتير، شعور صعب. لأنه أنا تليفوني فيه كتير صور وفيه كتير أمور، وكتير صعب إني أرجع أشتري تليفون وأرجع من أول وجديد، كتير كتير صعب. يعني أنا من النوع اللي كتير غرضي غالي علي، فكتير هيك تضايقت وحسيت بشعور كتير غريب، بس الحمد لله إنه التقى. فأخذنا هيك شي على السريع، قلت له خلينا ناخد بطاطا نقلية وكريسبي كنت جايبة، وهيك جايبة كتير أمور وميت المخلل فرجيتكم إياها، وجايب هيك حلقات البصل، وجبت هيك كفتة بس ما عملتها حطيتها بالفريزر، قلت شي يوم أعملها. وهون كنت حاطة زيت على النار عم أقلي بطاطا، وقلت كمان حلقات البصل، وجبت صينية الفرن دهنتها زي مثل ما شفت، وصفيت فيها الناجتس وحطيتها بالفرن مشان هيك أسرع لي وأكيد أطيب. وعملت كمان هذا الصوص مايونيز وكاتشب وصويا صوص شوي وزعتر بري وبهار أسود، وهيك خلطتهم مع بعضهم، هيك صار عندي الأكل جاهز. فردت كمان بلندورة وشوية مخلل وكل، يعني هيك شيء على السريع لأنه كنا كتير جوعانين وكان بدي نوم مواتين، كانت كمان كتير كتير نعسان. وهون هيك بعد يوم طويل قمت هيك حطيت لحالي كنقرشات أكلهم، وحطيت كمان صودا. أنا بحب دائما أنه بالليل لازم خصص وقت لألي هيك أي شيء أعمله، أقعد على التلفزيون أو أقعد على التليفون أي شيء بدون ما يأذني ضميري أني قعدت على التليفون أو قعدت على التلفزيون، لأنه بكون بحاجة أنا هذا الوقت. بس لهون أنا بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصوروا كل جديد أنا منزله، ما تنسوا من اللايك والتعليق حتى يرفعوا للفيديو أكتر، وبأمان الله تضلوا بخير.